بابا ابراهيم حبيبي بابا بابا حبيبي ابراهيم لا تكل هم يا طارق. لا تتوتر ابدا. انا رح خلصك. رح خلصك. هي الانسانية محتاجة لشخص مثلك. ما رح اتركك. بالوقت الذي اقنع فيه القائم مقام طارق كايا رؤساء العشائر بالعدول عن الهيجان والهجوم الذي زاد من الطمأنينة بين الناس، قامت قوات الامن بإلقاء القبض عليه مباشرة. وقوات الامن وصلت للمنطقة وقامت يلغي لعنك. دمرت كل شيء يا طارق. انت دمرت كل خطتي. راح ادمرك انا كمان. راح ادمرك. القين القبض عليه وبعتوا للنيابة العامة. ما تاكل هم، المدعي العام بعتوا للسجن. وهنيك بنخلص منه من دون ما يحس حدا. طلعوه من هون فورا. انتو خدوه لجوا وانا بالحق. تفضل سيد سليمان. القائم مقام عندك، تبعته على السجن فورا. ماشي ببعته، بس مو لمدة طويلة. وبالحقيقة حتى إذا نحن بعتنا لحاله مخاطرة، ما عنا دليل ملموس بنوب، بالإضافة إلى أنه المحامين رح يبلشوا يجوا بأول فرصة، وهذا الشيء خطر علي. ما في أي خطر عليك بنوب. الخطر الحقيقي إذا ما كنا نحن وراك. إذا محتاج للدليل منحلها، بكفي إنك تدكه بالسجن ونحن منحل الباقي. لا تاكل هم. ظاهر في مشكلة؟ إذا رح تنجحوا باللي رح أقوله ما رح يضل مشكلة. والسيد طارق بعد التحقيق معه بالنيابة العامة رح يتم خطفه من قبل حزب الحزام. بس ليش لحتى نعمل هيك أصلا؟ فيك تقلي بشو عم تتهمه لطارق حاليا؟ بمساعدة حزب الحزام وتوحده معهم. إذا طارق بيتعاون مع حزب الحزام معناتها بهذا الوقت الصعب جدا منفهم يا عدنان بأنه حزب الحزام رح يساعده. هذا رجالهم المهم ورح يعملوا المستحيل ليساعدوا، وهذا هو الدليل. بالتأكيد أنا رح أهتم بالموضوع. بكفي لهون وبس يا طارق. ليك انتو حاطيني هون على الفاضي، وبتعرف انه انا ما إلي علاقة بحزب الحزام هذا. اهدى. انه احجزك هون واني استجوبك إلي الحق بكل هاد. برأيي انه انت كمان احكي كل شيء. انا عندي خبر من زمان بهي اللعبة، وبعرف كل موظف متورط فيها. احكي بصراحة، من مين منتظر تعليمات؟ شو مشكلتك؟ ممكن تقلي؟ او منحكي بوضوح اكتر، مين اللي عم بيهددك؟ طارق بيك، انت مجبور تعطيني افادتك وبعدين رح حولك للمحكمه، والمحكمه هي بتقرر. برجع بقلك ما الي اي صله بحزب الحزام منوب، وحضرتك بتعرف هذا الشيء اكثر من الكل. هو ما انا مذنب بنوب. ديالا لا تعملي هيك، يلا خلوني اوصلكم على البيت.
لا تزعلي حالك ديالا، طارق كل عمره عم يتعذب بهالطريقة، بس الكل بيعرف إنه هو أكيد بريء. أنا أبي بريء، بس الناس السيئين يلي ما بيسووا عم يحاولوا يتهموا، بس أبي راح يطلع يا أمي، راح يضرب كل الناس السيئين ويرجع على البيت. تقبرني يا عمري، يا عمري أنت. دقيقة. ألو، حضرة المحامي، وصلت حضرتك؟ كتير منيح، أنا جاية فورا. أيمن، المحامي وصل، أنا رح أشوف شو صار معه. أنت كمان بتوصل إبراهيم على البيت، إيه؟ ماشي، ماشي ديالا، أنت لا تاكلي هم. ماما أنا اشتقت لخالي حنان كتير، ممكن أنا أروح وشوفها؟ طبعا يا روحي، خلي خالتك ياسمين تاخدك. يلا حبيبي، أنا بدي أعرفك على صديقة جديدة، يعني على بنتي. يلا يلا نشوف. ديالا، إذا بتحبي فيني أجي معك. ما في داعي أيمن، أنا بروح لحالي. أنتي أدرى، بس انتبهي على حالك ماشي؟ عليها العافية. يعطيك العافية يا أختي، إن شاء الله بتكمشي التراب بيقلب ذهب حبيبتي. حنونتي، حنونتي عبدو، حنونتي، حنونتي، ألف الحمد لله أنك صحيتي، ألف الحمد لله أنك صحيتي. أنت منيحة؟ إيه منيحة، منيحة عبدو، منيحة. بس شو يعني إذا كنت منيحة ولا ما كنت منيحة؟ ابني راح. حبيبتي يا حنونتي، لا راح ولا إجا، لسه عطب مكانه. ألف الحمد لله، الحمد لله. أنت كمان مو قليلة، كتير عنيدة كتير. لك الله يسامحك يا عبدو، معقولة تمزح بهيك موضوع؟ أنا قلبي محروق هون وأنت ليك شو عم تحكي؟ لك حنان، مزح شو؟ مزح شو؟ الولد عايش، عايش، الله هيك كتب له. إن شاء الله أنا وإنتي رح نصير أب وأم، دخيل اسمه حملنا يا حبيبتي، حبيبتي. ألف الحمد لله لك يا رب، ألف الحمد لله. حنونتي يا الله أنا رح صير. خلص ماشي، خلص إيدي، لا تعبي حالك، نامي نامي، يلا نامي حنونتي، نامي نامي. يلا يا أولاد امشوا، يلا نشوف. يلا يا حلوين. لو شو ما كان التمن ما رح أتركك هالمرة، ما رح أتركك ياسمين. رح يصير عنا ولا. الحمد لله أنا لهلأ مالي مصدقة. هاي حنان، أهلين بالبطل، أهلين. برهوم، برهوم، ما شاء الله قديش أنت كبران. برهوم، برهوم، شوفي حطوا أبي بالسجن خالي حنان، محل ما كانت أمي هنيك، ورفقاتي قالوا إنه بابا كان من السيئين، مشان هيك الشرطة حطوه بالسجن. لا 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 تبكي برهوم، أنا بضربهم يا روحي. يا عمري أنت لا أمك ولا أبوك سيئين، أنت لا تزعل أبداً، تمام حبيبي؟ هو بضل ولد وصعب إنه يفهم شو صار. بالمناسبة عليك العافية حنان. حبيبتي ياسمين، انتي شو عم تعملي هون؟ رجعت حنان، عم اشتغل هون هلا، اليوم اجيت. ايه منيح، منيح كتير، اهلين فيكي. وهي كمان بنتك. بالله لك شو هالقصة هي؟ الله يكسر اصابيهم، العمى شو عاملين؟ ديالا سيدان. اهلين ديالا، لك حتى العلم نزلوه، هالخونه اولاد الخونه، الله يكسر ايديهم، العلم كمان نزلوه. ديالا، ديالا انا اسف، ما قدرت احمي، سامحيني. انت ما كان فيك تعمل اي شيء زيدان، والمحامي تبعه هلا وصل وراح نطالعه ان شاء الله. الحقيقه يا ديالا انا ما بدي اكسر بخاطرك، بس هذا شغل سليمان، والله ما رح يتركوه لطارق بهي السهوله. طارق بريء زيدان، ما فيهم يعملوا له اي شيء بنوب. إن شاء الله يصير مثل ما قلتي، إن شاء الله، بس كمان هدول ما بينوسخ فيهم، يعني فيكي تأمني بالعقارب وبالأفاعي، بس لا تأمني لهدول الناس. ديالا، هدول الناس دم وسخ. فاسد، من وين طلعت هاي؟ يلا روحي.
معناها ما بتعرف. حنان ما حكت. آه يا حنان آه، ليش مفكرة أني عملت هيك؟ لأنه كان عامل لك مشاكل. آه يا مسكين. طيب ماشي حنان، معناتها أنت اللي قتلت أبي. يلا لنشوف يا أولاد، لا تعبوا خالد. يلا نشوف خالي حنان، مشان الله طيبي بسرعة. إيه نيرمين كمان اشتاقت لك، أصلاً بابا كمان مو هون، يعني أنا كمان صرت مثلك. أنا أبي مات إبراهيم، بس أنت أبوك رح يرجع، لا تزعل حبيبي. أنت كمان عندك أمك، إذا أبوكي مات هي رح تحبك. أنا شو عملت حبيبي؟ أخذت ميخائيل على المكان اللي قلت عنه بس، والمهندس الحقيقي للحدث حضرتك. يلا يا أولاد يلا لشوف. يلا مع السلامة يا حلوين. يلا عبدو، أنا رح أمشي شوي. عبدو حنوتي؟ لا ما في داعي تجي أنت عبدو، أنا منيحة. شو عم تقولي؟ خلص أنا منيحة حنوتي؟ بدي أمشي وبس. حنان لك انت شو عم تعملي؟ تعالي هون لشوف، لازم نحكي سوا. يلا بسرعة لشوف. يلا شو بدنا نحكي؟ اه شو بدك تقولي كمان؟ رح تقولي عن يلي سمعته بإذني انه كذب؟ خلاص انا ما عاد تربطني فيكي ولا ذرة قرابة، انت قتلتي لبابا. حنان حبيبتي لا تحكي هيك، انا ماني قاتلة. انت مانك فهماني شو اللي صار، بس امسكي لسانك والا انت كمان رح يقتلوكي. عم تفهمي علي يا حنان؟ عم تهدديني الي كمان؟ اه بدكم تقتلوني انا كمان؟ أنا رح أروح على الشرطة وخبر عنكم بكل شيء. بعدين بعدين بدي أخبر عنك. وقفي بعدي لا تعملي هيك. بعدين أمي 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 دخيلك، أنا شو عملت يا ربي؟ أمي 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 دخيلك في أمي اصحي أمي. يا الله يا الله يا الله، أنا قتلت أمي. لك شو رح أعمل هلأ؟ لك شو بدي أقول؟ يا الله أنا صرت قاتلة. يا الله يا الله شو بدي ساوي؟ رح يزدوني بالحبس، رح يزدوني بالحبس وولد ابني نيك. يا ربي مستحيل ولد ابني بالسجن، مستحيل يا ربي. لا لا لا، أنا ما رح سلم حالي. لا أنا رح أهرب. ولي شرطة، ان شاء الله يصير مثل ما قلتي يا ديالا، ان شاء الله يصير مثل ما قلتي. يلا انت ساعد لديالا وساعد طارق كمان. حضرة المحامي دخل لجوا؟ هو جوا. يا ريتك كنت هون هلأ متحت بيك. تم إبعادي عن وظيفتي حالياً. بالنسبة لموكلي ما عندكم أي دليل سيادة المدعي، إلقاء القبض عليه بهالوقت ما له أي معنى. أنا اللي قلته إنه هو متهم حالياً ومانه مجرم لحتى تحكي معي هذا الحكي، ولو بالفعل مثل ما حكيت بالمحكمة بتثبت أنت إنه بريء، بس هلأ مضطر إني أعمل واجبي وحوله للمحكمة فوراً. كيف عم تقرر هيك لحالك؟ أنا ما عم بفهم. صار فيك تطلع هلأ، خبي الأدلة للمحكمة، هون ما عاد فينا نعمل شيء. أهلا وسهلا كمال بيك، ما تأخذني ما لحقت حضرتك. مو خير ديالا خانم، أخذت الملف بس ما في أي شيء، وما عنده أي دليل يخليهم يمسكوه أو يحيلوه للقضاء. أخبار من قنوات وصور من التلفزيون ومن الجرايد كمان، هذا كل شيء، بالإضافة إنه مبين مثل عين الشمس إنه في عملية مونتاج. بفهم من هالحكي إنه رح يطلعوه هلأ؟ مع الأسف. كيف ممكن يصير هيك شيء؟
المدعي متحفظ عليه ليحيله للقضاء. طيب وبعدين؟ يعني شهر شهرين رح يضل بالسجن لحد يوم المحكمة. في اعتراض من المحكمة العليا، بس كوني على ثقة انه كل هاد ما رح ينفع. بسيطة، على الأغلب تأجلت لبعد المحكمة، بس حرام انه يضل كل هالمدة. كمال بيك، انت ما فيك تعمل اي شيء. خطر عليه كثير انه يدخل السجن، يعني اذا ممكن يضل هنيك بس بمكان خاص. مع الاسف ديالي خانم، اللي ممكن نعمله حاليا انه نجمع الادله من هون لحد المرافعه لنسبه براءته، وهذا الشيء رح يكون صعب، بس بالسجن نحن ما فينا نعمل له شيء بنوب. ديالا، شو صار يا ديالا؟ لا تصوروا لك. زيدان طلعوا رح يبعتوه هالسجن ورح يضل هنيك لأول مرافعة. تعي معي شوي، تعي تعي تعي، يلا تعي ديالا، تعي. اسمعيني ديالا، ما رح نسمح بهذا الشيء. كيف يعني؟ أنا رح أهربه. زيدان أنت جنيت شيء؟ هالشي كتير خطر عليه. هلأ هو بريء، بس إذا عملنا هيك رح نثبت التهمة عليه. ديالا رح يقتلوه جوا، ما عم تفهمي علي؟ يعني كأنه سليمان ما بيعرف، هذا عم يساوي له أدلة. أكيد عم يدبروا له حدا يقتله بالسجن. وشو إذا كنا عم نضره هيك؟ لا تخافي ديالا، صدقيني أحسن له من فوت السجن، أحسن بكتير. عايش وهربان، بس على الأقل بيكون عايش. أما ميت وبريء شو رح يفيدنا؟ ما في فايدة، كأني والله فيلسوف، تخربط مخي كتير. بعدين لما رح يكون بريء؟ على الأقل رح يكون عنده فرصة إنه يثبت براءته، وأنا رح أقول إنه أنا اللي خطفته. هيك أنا بدي، وقتها بحط كل الحق علي، وطارق ما دخله باللي عملته أبدا. شو رأيك؟ إذا هيك كتير منيح، بس الذنب رح يكون عليك زيدان. يا ديالا، لا تاكلي هم أبدا، لا يكن لك فكر. أنا تعرفي هربان طول الوقت، بنفوت دائما. انتبهي لحالك ديالا، يلا سلام. اجيتوا معي سلام المعلم. هيك مصر رح يبعث القائم مقام على السجن، واثناء رحلته لهنيك بده القائم مقام ينخطف. كيف يعني؟ ما عدكن كتير وقت، بعد شوي رح ياخدوه من النيابة، رح تخطفوه ورح تعلنوا نفسكن مسؤولين عن القصة. اصلا الرجال ما كان داعمكن، يعني اخطفوه وخلوا كل الناس تعرف انكن خطفتوه. اللي نطلبه منكن دليل أقوى وملموس على أنه طارق وحزب الحزام واحد. نحن جاهزين سيدنا. القائم مقام كان صديق لنا هون، هو الإيد اليمين لمحبي الله وبيحبنا كلياتنا كمان. هو بيكون من رجالنا المخلصين، انتو كمان رح تحبوه وما رح تتركوه بإيد هديك الدولة الكافرة لو شو ما كلف الثمن. قولولي مفهوم؟ مفهوم سيدنا. يلا نشوف. الله يبارك جهادكن ويوفقكن يا أبطال. أنقذوا أخوكن وإلا كلكن بجهنم راح تحترقوا وانتوا عم تتعذبوا وتشربوا من دمكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أنا حكيت مع سيفو وجهزت البنية التحتية يا سيدنا، بس إذا بتحكي حضرتك بيكون أحسن، كأنه ما رح يقتنع بسهولة. ماشي، انتو اخطفوا لي القائم مقام هاد والباقي سهل. هم.
دلدل ابني اشتقت لك وكتير. لا يا دلدل، ما رح ناخد حدا معنا، هذا الموضوع بدي خلصه لحالي. أصلاً ما عنا وقت منوب. دلدل كنت رح أقول إنه معنا اللاسلكي وابعت وراهم، بس لا خلص ما بدي اياهم هلأ، ما بدي أحمل خطية حدا، خليني أشتغل لحالي أحسن. من جهة مروان الخاين بينصب الفخاخ بالجبل، ومن جهة تانية هذا عدنان وش البلا بيحرق قلوب الناس، بس كمان مثل السيف على رقابهم، سبع الجبال زيدان. يا ويلون مني. تفضل وقع على إفادتك. رح تتحاسب على هذا اليوم. أكيد يا طارق بيك، ما بدك ياني ضيف على ملف التهم إنك هددت المدعي العام. خذوا فوراً على المحكمة. على دفتر حساباتك انضاف ظلم إنسان بريء وحقه ما بيروح هيك. حسابك رح يكون تقيل سيادة المدعي. حالياً الكرة بملعبك، لا تنسى الترقية وبأسرع وقت. لا تأكل هم، الموضوع تمام. ايه طارق كايا، اللي انت حابب تضيف على كلامك اي شيء؟ انا مالي مذنب وما عندي غير هذا الشيء لاحكيه. تم اتخاذ الحكم الاولي، التهم الموجهة الى طارق كايا، وبسبب محاولة هروبه وحتى اثبات التهمة عليه في هذا التصرف المثير للشكوك، قررنا التحفظ عليه للتحقيق ومنع خروجه بكفالة. فيكن تاخدوه من المحكمة. اللي عم تعملوه غلط، حضرتك عم تهين دولتك. إذا بتريد لا تهين المحكمة أبداً، خدوه. أهلا وسهلا حضرة القائم. شكراً لك. تفضل معي لأورجيك غرفة حضرتك فوق على اليسار، ممكن نطلع فوراً؟ ماهر بيك بشرح لك كل شيء. المنطقة أمانة عندك، إذا أنت أهنت هاي الأمانة ما رح تقدر توفي الثمن أبداً. أنا شايف إنك حافظت عليها كتير ما شاء الله. برأيي إذا بتفكر تحاسب حالك بالأول بيكون أحسن. سمعت بأي مشاكل صارت بشي منطقة أنا خدمت فيها؟ بسيطة، لحتى يجي القائم مقام الجديد رح حاول إنه نظف الوسخ تبعك، ما تأكل هم. تفضل سيادة القائم مقام، تفضل خليني أدلك على مكتبك. غرفة حضرتك بالطابق الثاني على اليسار. تمام، شكرا لك. أنا جهزت لك البريد لحضرتك. لك وين هي؟ وين راحت يا ربي دخيلك؟ جننتني جننتني.
عجيبة، وينها؟ لا لا لا، أنا ما رح أستحمل، رح دور عليها، رح دور عليها. حنان وينك؟ وين رحتي؟ لك أنا كيف رح دور بالغرف كلها؟ شوي شوي، على مهلكم. مين هي؟ حنان؟ لا والله أمّا، أختي شو اللي صاير معها؟ وقعت على الأرض وضربت راسها، ظاهر إنها ماتت. شفتي لي حنان؟ لا ما شفتها. لا لك حنان وينك أنتي؟ الشغل خف شوي، إذا بدك خلينا نروح على البيت، حاسة حالي تعبانة وحابة ارتاح شوي. طبعا حبيبتي، منروح فورا. وهذا الرجال مين؟ إذا زوجها، يعني إذا تزوجت ما رح أتركه يعيش، خلص عمره. دولة قاتلة، 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 دولة يا ويلي الشرطة، دولة أنا شو رح أعمل هلأ؟ دولة قاتلة، كلا بيكونوا شافوني يا ربي، أنا شو عامل؟ اهدوا شوي يا شباب، اهدوا شوي، خلص تفرقوا وامشوا انت ويا من هون، يلا ما بتشوف حدا. المنطقة عم تغلي، أنا كيف رح أهرب؟ أنا وحدي غبية غبية، يا ربي أنا شو عملت؟ صرت مجرمة كمان. تفرقوا إذا بتريدوا، لا تعملوا لنا بلبلة. وصرت هربانة من القانون؟ لك أنا شو لازم أعمل؟ ما بعرف شو رح أعمل هلأ؟ يا ربي يلا استعجلوا يلا. كفوها. تعالوا لشوف، يلا يلا. أهلا وسهلا فيكم، ما رح أترك القائم مقام بين إيديكم، ما رح أتركه. تمام يلا الكل يأخذ مكانه، يلا يلا. سلمونا القائم مقام فورا، هذا هو أخونا الغالي. وإلا ما رح تطلعوا من هون أبدا. احموا القائم مقام، انتبهوا، بعد القائم مقام من هون بسرعة.
خمسة. انتبهوا يصير شيء على القائمة خلص. عددهم كبير في كل الكلبشات لحتى ساعدكم. يلا ما تأخذني سيادة قائم مقام، ما بقدر. أنا كمان كنت عم دور عليكم. أيمن الله يعطيه العافية ساعدني كتير. يلا أنا بوصلكم على البيت. يلا. معناها مزبوط. لكن جوزي يا خانو، أنا برجيكم يا واطين. حسابكم عندي. شو عم يصير أختي؟ شو القصة؟ ما بعرف أيمن. كمان في إطلاق نار. بلا ما ندور زيادة هلأ. ماما بابا ما عاد يرجع بقى. حبيبي رح يرجع، رح يرجع أبوك، لا تخاف. شوكات هلأ المنطقة مو كتير آمنة، بعدين بتروحوا على البيت، خلوا الأجواء تهدى شوي، انتظروا هون أحسن. إيه ماشي أيمن. يا ريت لو رحنا أسرع. أيمن كلامه مزبوط، ما منعرف من وين اطلق النار. انا خايفة. لا تخافي بنتي، نحن جنبك حبيبتي. يلا خلينا ندخل. يلا حبيبتي فوتي. يلا اختي ديالا، اختي ديالا مو هون. اللي شوفي عبدو. حنان، حنان مو هون، هربت. بس شو صار؟ ليش هربت؟ ما بعرف. وكمان لقوا امها واقعة على الدراج. شو عم بتقول عبدو؟ هذا اللي كان ناقص. يلا يلا تعال عبدو امشي. تفضل. يلا تفضل. ولي في اطلاق نار كمان، ليكون كرمالي انا. شو هالحظ يا الله. الله الشرطة. مين هي؟ لازم اهرب. ولي وقفي. لا تهربي. وقفي. يلا يا اولاد يلا فوتوا لجوا. يلا لا تهربي، تعي لهون. راحت من هون. يلا بسرعة بسرعة. العمل وين راحت هي؟ انتباه الى كل الدوريات، اطلاق رصاص في شارع مرداني، يرجى ارسال التعزيزات. مفهوم. تمام. في اطلاق رصاص. يلا لك ليكون الشرطه اللي مع طارق. والله لقتلهم كلهم، انا بورجيكم. انت منيح سيادة القائد مقام؟ انتو شو عم تعملوا؟ يلا سيادة القائد مقام يلا استعجل، اجينا ننقذك من هدول الكفار. يلا امشي امشي. شو اللي عم بتساويه؟ تركوني. ولك شو عملت أنا؟ وثقت بحالي زيادة، شو صار لي؟ هربوا، تحركوا، تحركوا! لكن شلعوا، شلعوا!
كيف قدروا يقتلوا هالناس البرية؟ العمى شو هالضمير اللي عندهم؟ شو هالوجدان؟ رح تتحاسبوا يا حيوانات، رح تتحاسبوا. ليش عملتوا هيك؟ ليش؟ لا تجن علينا، اللي بيساعدنا نحن كمان بنساعده. يلا خلص. اللي بيقتل انسان واحد بيكون قاتل كل الناس. هاي هي قضيتكم ودينكم؟ اسكتوا لك. يلا امشي، سيدنا عم يستناك. أعزائنا المشاهدين، إليكم الآن آخر المستجدات في المنطقة. قائم مقام منطقة أرديل طارق كايا، والذي تم إلقاء القبض عليه بسبب تعاونه مع حزب الحزام، تم خطفه من قبلهم. قدر أنه يخطفوا أيمن، زيدان اللي خطفه. أعزائنا المشاهدين، إليكم ما حدث أثناء الصدام مع الشرطة اليوم. سقط 4 شهداء أثناء الصدام مع حزب الحزام، والحادث بالفعل كان مأساويا جدا. لا لا، زيدان ما بيعمل هيك شيء أبدا، هذا مو شغل زيدان أيمن صدقني. بالوقت الذي كانت التهمة موجهة إلى القائم مقام بالتعاون مع حزب الحزام، ليس هناك أي تصريح حتى الآن من أي جهة مسؤولة. لا، هذا الشيء مستحيل أيمن. يا الله شو بدي أعمل هلأ؟ ديالا اهدي شوي شبيك. أيمن ديالا وقفي. أيمن هذا الشيء مستحيل. ديالا لا تعملي هيك. يا الله شو بدي أعمل هلأ أنا؟ اهدي شوي، اهدي، لسه ما في شيء أكيد، اهدي شوي. ما بنعرف شو اللي صار، اصبري شوي. انتوا انتهيتوا لك، انتهيتوا. العمى لوين راحوا هدول؟ وين اختفوه؟ تركوني بقى، تركوني. رامي ترك حارسين. تمام. تعال. تفضل سيادة القائم مقام. انت ضل هون وانت هون. ابوك كان عم يدعم التنظيم وكان مخبيهم ببيته، واللي بيدعم العدو وبيهتم فيه فهو كافر مثله، يعني صار كافر هلأ، وقتل الكافر كمان واجب علينا. وهلأ اللي لازم تعمله انك تروح تعاقبه فورا. كيف رح اعمل هذا الشيء؟ يعني هذا الانسان ابي. ما عاد ابوك ابدا، هذا كافر، ما بتجوز له الحياة ولا العيش. إذا بدك هذا ثواب، مقامك ومعنوياتك لازم تكون عالية. واجبنا بيرتب علينا ما نسمح بهي الأمور. أبوك أنت، اختار الكفر والإجهاد وبس. أنت اسمعني إلي، ارفع من مقامك. أنا سلمت حالي إلك يا سيدنا، وأنا كمان ما كان بدي أبي يحوي عنده الكفار، بس لا بس ولا مس بنوب. الوظيفة اللي انعطت إلك رح تقبلها وما رح تسأل كتير. يلا يلا روح. ويا ابني بس تكون جاهز تعال عندي. كيف رح أقتل أبي؟ والله أنا ما عم بفهم شو عم يصير. والله مثلك يا أخي، عاتبك على اللي عم يعرف شو عم يصير. في إلنا بالنص